انطلق مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم هذا الشوط السابع، هذا الشوط خاص بفئة الجداع البكار، وأيضا شعارات تنطلق مرة أخرى ويبدأ أو تبدأ جولة من التنافس والتحدي هنا على أرضية ميدان التحدي. أيها الأعزاء نتجه مباشرة لنتعرف على مقدمة الشوط وعلى سيدة الموقف وعلى أول البكار المنطلقات في إذن مشاهدينا الأعزاء مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول وتنطلق في هذه اللحظات هنا على مقدمة الشوط راهية وتعود ملكيتها لصالح بن حمد بن هامله المري على المركز الأول وعلى صدارة الشوط. تليها في المركز الثاني الطيارة لسهيل بن سلطان بن رشيد الكتبي على المركز الثاني دور المركز الثالث مياسة عبد الله بن سعيد بن الأسود المري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع ومن تتقدم أيضا على رابع المراكز جبارة لراشد بن بخيت بن مقارح المري، وأيضا أرى تسلل على المركز اللي كانت في المركز الخامس وانتقلت إلى المركز الرابع العزوب ملحام بن راشد بن حبيبة المري على المركز الرابع في هذه اللحظات وتلاحقها وتطاردها على المركز الخامس اللي تلاحق العزوب هنا هوازن لسعود بن ناصر بن كليفيخ العتيبي. هذا هو ندائنا الأول مشاهدين الأعزاء أكملناه ولله الحمد، ونعود إلى مقدمة الشوط وراهية اللي تحتل صدارة الشوط وبهذا الشكل الراهي والزاهي والشعار الجميل شعار صالح بن حمد بن هامله المري على مقدمة الشوط وفي المركز الأول، وهذا العرض الممتاز وأول مشاركة لراهية أتمنى لها التوفيق في هذا اليوم. ننتقل إلى المركز الثاني أيها الأعزاء، هنا الطيارة لسهيل بن سلطان بن رشيد الاكتبي دكتور الأصايل مع المركز الثاني من فاز في هذا اليوم، وأهدى السلام إلى دانة الدنيا دبي وإلى أهل المرموم بالتحديد مع المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث هو شعار العنود أراه على ظهر مياسة عبد الله بن سعيد بن الأسود المري. مشاهدينا الأعزاء ترقص مياسة وتتحرك تحرك ممتاز على المركز الثالث، والعزوم تتقدم إلى الأمام وتنتزع المركز الرابع لملحان بن راشد بن حبيبة المري، والدور المركز الخامس أرى التسلل والدخول دخول على خامس المراكز من مشهورة طالب بن فرج بن هليل المري. هذا هو ندائنا الثاني ونحن مشاهدينا الأعزاء نقترب من منتصف مسافة الشوط في هذه الأشواط وفي هذا السباق المحلي الثالث الذي يقام بتنظيم رائع ومميز من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وانطلاقة الأشواط، نراها بسلاسة وبتطور كبير في هذا المجال. كل الشكر والتقدير لرجال اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما يقومون به، والشكر لرئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وأيضا لنائب رئيس اللجنة الدكتور مبارك الشهواني، وأيضا لناصر بن سعود مدير عام اللجنة المنظمة لسباقات الهجن على كل ما يقومون به من جهود جبارة. مقدمة الشوط تتغير وتتبدل، الطيارة بدلت الأمور وانتقلت الطيارة إلى المركز الأول وتريد أن تشغل المحركات والنفاذات وأيضا تحلق تحليق أصيل على مقدمة الشوط والموعد وأيضا الهبوط هناك مع خط النهاية. يا سلام يا سلام بالرشيد من أيضا الخبراء ومن المحاربين القدامى مضمر حفلة وغيرها. يا ما صال وجال بالرشيد، يا ما صال وجال مع الأصايل، وأتمنى له أيضا مزيد من التوفيق في هذا العالم الساحر. هذه الطيارة مشاهدينا الأعزاء سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد ومتابعة علي بن سلطان بن رشيد في التضمير والمتابعة. المركز الثاني هنا مياسة لعبد الله بن سعيد بالأسود المري وشعار عملاق يا مياسة.
مياسة، شعار العنود حافظي على شعار يا مياسة، حافظي على هذا الشعار العملاق. ننتقل إلى المركز الثالث مشاهدينا، هنا راهية لصالح بن حمد بن هاملة المري، ولكن دخول وتقدم من الشاهينية المبارك بن سعيد بالكيلة العامري اللي تنطلق انطلاقها ممتاز وتحركها لافت مشهورة على المركز الرابع، ولطالب بن فرج بن هلي للمركز الخامس. هنا التقدم من إزعاج سعيد بن زايد بن سعيد المزروعي، ولكن أعود إلى شعار دكتور الأصايل. الله يا سلام علي بن سلطان بن رشيد، والعصا قوس والآلي مثبت تثبيت مربوطه، العصا ربط مربوطه في البطان ومثبتينها تثبيت ممتاز. يا الله، ولكن المركز الثاني هنا مشاهدينا الا عزاء مياس عبد الله بن سعيد بالاسود، ولكن ينخطف المركز الثاني من تقدم الشاهينية المبارك بن سعيد بالكيلة العامري. نقترب من الكيلو الأخير يا متابعين، وبالكيلة قادم في هذه اللحظات لينتزع ناموس الشوط ولينتزع المركز الأول. دخلنا الكيلو متر الأخير والمثير، تغيرت أمور صدارة الشوط، تبدلت أمور المقدمة. بالكيلة الشاهينية المبارك بن سعيد بالكيلة العامري، وهل العين دار الزين أيضا يتمنون ويترقبون الفوز. يلا 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 يا بالكيلة، هل العين وهل دبي في معركة صباحية على أرضية ميدان الشحانية. يا سلام، تتحرك مرة أخرى، تتحرك هنا الطيارة، وأيضا شوف القدوم يا السادة، ارصد حاملة الرقم 2 اللي تنطلق هنا سمحة المركز الثاني مجهولة مشاهدينا الأعزاء حتى هذه اللحظات. المركز الثالث وصول خطير يا سلام، اللي تغيرت أمورها ما عرفناها، اللي عرفها يوافينا ويتواصل معنا. مشاهدينا الأعزاء المركز الثاني بشاير محمد بن عبيد بن بعيران المري، مشاهدينا مقدمة الشوط لسعيد بن ستان المري. أشكر عبيد بن حمد بن سالمين على التواصل. يا سلام، يلا يا بن ستان، يلا يا بن ستان. الله، الدوحة لسعيد بن ستان المري. مشاهدينا الأعزاء، تبقي ناموس الشوط في الشحانية، والسلام شحاني ولبن ستان. 10/10 يا بن ستان، 10/10. هذه الدوحة مشاهدينا الأعزاء تقتنص نقطة هذا الشوط وتهدي السلام لسعيد بن ستان المري. لحظات الوصول، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشهورة طالب بن فرج بن هلي المري، المركز الثالث غشمرة لراشد بن سالم بن دوحة المري، المركز الرابع الطيارة لسهيل بن سلطان بن رشيد الاكتبي، المركز الخامس العزوم لملحان بن راشد بن حبيبه المري، مثل ما قال لي أحد الأخوان نمبر 8. شكرا، هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة الأولى. تهانينا والناموس لمالك الدوحة سعيد بن ستان المري على هذا الفوز. سميناها الدوحة وتستاهل الاسم، وتمنى لها التوفيق. 7:52 94 جزء من الثانية. تهانينا لأيضا المضمر القدير والكبير سعيد بن ستان المري على هذا الفوز. المركز الثاني مشهورة وتوقيتها 7:54 جزء من الثانية. تهانينا لطالب بن فرج بن هلي المري. المركز الثالث توقيتها 7:55 16 جزء من الثانية. تهانينا لمالك غشمرة راشد بن